نتقابل كل يوم في رمضان هنتكلم عنك وعني وعن أهلنا الطيبين، عن المصري الذكي والفهلاوي والحويط والمصري الصابر. هنفكر مع بعض البكرة وحنولع على بعض شمعة كل واحد ينور بيها طريق التاني، وحنحاول وإحنا بنغير إننا كمان نتغير. دلوقتي جي معادكم مع لما نتقابل مع الصحفي والإعلامي عمر الليثي على نجوم اف ام. نجوم اف ام، رمضان النجوم. مساء الجمال ورمضان كريم دايما. الناس في بلدنا دايما يقولوا العشرة ما تكونش على ايه، على الكرامين، لكن كمان على الاشياء، كرسي قديم، قفص، علبة، اي حاجة، واي حاجة لها عندنا معزتها حتى لو ما كانش لها قيمة. واحد صاحبي طول عمره كان بيحلم يسكن في اخر دور علشان يبقى قريب من الروف، والروف بالنسبة له يعني كتاب وزرع ويبص من فوق على مصر كلها. وبعد ما اتنقل صاحبي في كل احياء مصر من شقة لشقة، سكن اخيرا في شقة فوقها روف، ولان مراته زي معظم ستات مصر بيشبهوا دواوين الحكومة، بيحبوا يحتفظوا بكل شيء حتى جرايد السنة كلها، حطتها مراته فوق الروف اللي اصبح مليان كراكيب، كراسي قديمة ومنشر غسيل، حتى علب الجاتوه الفاضية بتاعة اعياد ميلاد الاولاد كلها فوق الروف. ولما اخد صاحبي كتاب علشان يطلع يستمتع كده بالقراية في الروف ولقى نفسه وسط الكراكيب، ما استغربش كتير، لان الروف بتاع عمارته كان جزء من لوحة كبيرة مرعبة موجودة فوق كل سطوح مصر، اللي لما تشوفها وانت نازل من الطيارة تحس ان البلد كلها عايشة تحت سقف من انقاض، كأنها انقاض حرب. وحتى بعد الحروب الناس بينقلوا القتلى والمخلفات، احنا بقى بنحب نعيش في وسطها وتحتها، عشرة بقى. والعشرة ايه؟ ما تكونش لا على العشريين ولاد الاصول. وعشان تعرفوا احنا قد ايه شعب بيعشق قديمه ومن فات قديمه تاه، اسمعوا بقى الرقم الفلكي ده. فوق اسطح عمارات القاهرة لوحدها اكتر من 20 مليون متر مكعب من المخلفات. والله والكراكيب والمخلفات عندنا نقدر ندخل بيها موسوعة جينيس، لانها كمان بتعكس ثقافة قديمة عشنا بيها سنين طويلة في ظل غياب الوعي والرقابة والقانون. واي حد في مصر مثلا ممكن يحط اعلان على بلكونة بيته يعلن عن اي شيء، والدكتور الواحد ممكن يحط 10 يفط على العمارة. هجوم الاعلانات وقلة الذوق غطى على جمال العمارة المصرية، مفيش قانون ولا اي حد يقدر يوقف زحف القبح، لان وراه بيزنس كبير وفلوس رهيبة وكمان اصحاب نقود. والمصريين على فكرة طول تاريخهم شعب شيك وانيق. شوفوا الفراعنة سابولنا ايه من 7000 سنة في جمال واناقة، اكتر من المعابد والتماثيل والرسوم اللي الوانها لسه عايشة لغاية دلوقتي. والست ليبرتاري جميلة الجميلات، مفيش لها صورة في مقبرتها الشهيرة بتكرر فيها نفس الفستان او الاكسسوارات. كل لوحة على حيطان المقبرة بتشاع جمال واناقة والموضة اللي عرفها العالم كله في الازياء والحلي والعمار، وحتى في النظام الاجتماعي والسياسي اللي خدم الفراعنة لسه بتدرس لغاية دلوقتي. وبما اننا بنتكلم عن الجمال والنظافة عند المصريين القدماء، فانا اكتر حاجة بستغرب لها ازاي عندنا كل هذا التراث وهذا الجمال ونشوف في شوارعنا بعد الاف السنين كل هذا القبح. هل الجمال والاناقة عند الشعوب مش بالوراثة؟ ولا الوراثة بس بتكون في السلطة والحاكم بس يورث الحكم لابنه؟ وازاي نرجع لمصريين ذاكرة الجمال من تاني؟ وازاي نعود ولادنا كراهية القبح والفوضى؟ ازاي نرجع لهم حبهم لبلدهم وغيرتهم على شارعهم وجنينتهم وكمان ميدانهم، ونساعدهم ان هم يكملوا اللي عملوه يوم 12 فبراير، يوم ما اطلقوا اكبر حمله ابهرت العالم لتنظيف وتجميل شوارع مصر بعد ثوره 25 يناير. واذا كان حب الجمال سلوك بيمارسه الناس بالتدريب والتعليم والتعود، فمتهيألي ان ده مش ممكن يكون مسؤوليه الحكومه وحدها، مسؤوليتنا كلنا من البيت للمدرسة. الجمعيات الأهلية المنتشرة في أحياء وربوع مصر، وأنا لا يمكن أنسى مثلا ثورة سيدات المعادي لما خرجوا يحتجوا على ضم حي المعادي لمحافظة حلوان، وقالوا إحنا بقالنا سنين بنشتغل مع محافظة القاهرة في تجميل وتشجير المعادي، ولما نروح حلوان إزاي هنبدأ من جديد؟ وهنبقى هناك تبع مين؟ الحمد لله أخيرا
حمزة حلوان نفسها اتلغت بعد الثورة. وإذا كنا النهاردة بنتكلم عن تغيير بلدنا بجد، فأنا أظن إن قضية زي كراكيب سطوح العمارات أو زي الإعلانات اللي مشوهة طرق وكباري عمارات مصر ممكن جدا تنتهي إذا توفرت النية الصادقة. وقبل النية تتوفر إرادة الإصلاح، بحيث يكون الإصلاح مش على حساب حد ومش لصالح حد، ضد حد. المهم نتخلص بقى من عار القبح والفوضى وجبال الكراكيب والزبالة المنتشرة حتى في الأرقى الأماكن. وأنا فاكر لما الأخ الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون جه مصر قبل سقوط النظام، ولما شاف الزبالة في الشوارع عمل محاضرة في جمعية رجال الأعمال ادى فيها درس لمحافظ القاهرة يعلمه إزاي يحل مشكلة الزبالة اللي وصفها كلينتون بأنها أسوأ مشكلة في مصر. وقتها أنا شخصيا حسيت بالخجل كمواطن مصري، شعرت بالإهانة إن رئيس سابق لدولة تانية يجي يعلمنا النظافة في بلدنا. مفيش حد تاني بعد النهاردة هيجي يعلمنا إزاي ننظف البلد أو نغير عليها ونشيل جبال الكراكيب من فوق سطحها ونرجع الجمال تاني لبيوتها وشوارعها. وأكيد أكيد بكرة أحلى من اللي فات، وبكرة نكمل كلام.